ما بطن بيرو وقال شوف ما طلبها. هذا راه ضرب للعمل النقابي، هذا ضرب الثاني، ضرب ممنهج العمل النقابي. عطيت صاحبتنا على مجلس التأديب لأنها التزمت بتحرك نقابي، التزمت بتحرك نقابي دفعت الثمن غاليا. علاش؟ لأنه هذا يدخل في خانة الهرسلة للصحفيين في مؤسسة التلفزة التونسية. اللي يضرب نضربه، اللي يتكلم نضربه، اللي يرفض حاجة نحيده، الإنتاج نخليه في الدار مش مشكل. طيب يجيو ناس ينتجوا في بلاصتها، اش قاعدين يعملوا هما؟ شنو الإنتاج اللي يعملوا فيه؟ فما تنكيل بكفاءات التلفزة التونسية. تحولنا إلى ناس معناتها صحفيين ما نعرفوش، صحفيين اليوم معناتها أقل واحد هنا عنده 15 سنة خدمة، ولينا صحفيين مطالبنا مادية. إذا كان هي عندها ملفات ولا إذا كان هي عندها أي شك في أي حاجة تقدمها من غير ما نقعدوا نحكيوا في حاجات ماهيش واضحة. والمضمون الصحفي اليوم راهو مش مسؤول عليه صحفي فقط، مسؤول عليه مؤسسة كاملة. احنا طالبنا معناتها بتجديد معدات، طالبنا بتحسين معناتها وضعية الصحفيين ظروف العمل في قسم الأخبار، ولينا وطالبنا زادة بخط تحريري واضح. صرنا اليوم مطالبنا مادية وصرنا اليوم مخونين، واحنا نحبوا نقولوا لهم ليلة التخوين. اليوم احنا ما نحبوش يكون يخوننا ولا شاكك فينا، مش باش نرجعوا احنا كيما قبل. اي حد باش يقول رايه في حاجة، باش يعبر على رايه في 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 وضع ما هوش عاجبه، ولا باش يتضامن مع زميل، يصير اليوم خائن، يصير اليوم يتمسح بالاعتاب كيما قبل، ويصير اليوم مش وطني. احنا ما نحبوش شمون يسيسلنا حركتنا هذه الساعة اللي هي معناتها تحرك نقابي تضامنا مع زميلة تعرض للظلم الإداري، تعرض للظلم الإداري. ما نحبوش يكون يسيسها، وما نحبوش زادة انحراف للتحرك النقابي يولي احنا خاينين واحنا مطالبنا مادية واحنا ما نحبوش نخدمه احنا واحنا وما نعرفوش نخدمه. اللي يصير اليوم قاعدة هو ثمن تأخر الإصلاح اللي ما صارش في التلفزة التونسية، واللي شعاراتنا تضرب هذيا راهي شعارات اترفعت منذ 2011، توا ما زالت هي بيدا نفس الشعارات، هيكلة قسم الأخبار، إصلاح الإنتاج، أعطي لكل ذي حق حقه، تمكين الكفاءات من أنها تنتج في مناخ من الحرية وتوري شنو عندها. اليوم مكلفة بالتسيير لهنا تجي تقول لك أنا مانيش مهمتي الإصلاح، شنو هي مهمتك مالا؟ أنا نسألها شنو مهمتك في الظرف هذا؟ شو معناتها كل اصلاح راهو كل تاخر في الاصلاح ينتج عنه دمار راهو، وهذا اللي قاعدين نعيشوا فيه احنا اليوم. اليوم ما تلقاش انتاج على قد مسؤوليه التلفزه التونسيه والمرفق العمومي للالتقاء بادوار للقيام بادوار. اليوم ما تلقاش تلقى انتاج حسب الطلب. اليوم كي تنزل عليها شويه تجيب حصه رياضيه تحطها في البرج، تنزل عليها شويه اخر تجيب حصه رياضيه مسجلتها عندها، حصه ثقافيه مسجلتها برقدتها عندها من الصيف. كل ما تنزل عليها شويه تحط حاجه تغير فيها الاجواء في البرمجه باش تقول هاني نخدم، على هي ماهيش قادره تخدم على قواعد. راهو الانتاج يلزم يكون مضبوط، يلزم يكون مهيكل، يلزم يكون فما نظام يمشيوا عليه الصحفيين ويفهموه، يعرفوا رؤيه، يعرفوا شكون يتوجهوا، شكون المشرف عليهم، هما كيفاش يقدموا مشاريعهم، شكون اللي يلزم يوفر لهم الامكانيات. اليوم الانتاج في حاله خمول، شلل تام، شلل تام، لانه حتى الامكانيات اللي نحكيوا عليها حتى في الانتاج مش موجوده. راهو كان احنا في الاخبار واعدينا بشويه امكانيات. اليوم 2 ابريل قالت في منتصف مارس الماتريال باش يجي، اليوم ما فما حتى شيء. الى حد هذه الساعه يعني احنا في متابعتنا للاضراب شفنا لاحظنا انخراط كبير من الزميلات والزملاء في الاضراب في مختلف المؤسسات، يعني في التلفزه وفي الاذاعه وفي التاب وفي وكاله تونس فريق الانباء وفي سنيب لا بريس وفي حتى الاذاعات الجهويه، تقريبا كلها كانت منخرطه في الاضراب وملتزمه بترتيب الاضراب. نسبه المشاركه الى حد يعني 10:30 ل11 وصلت الى 95%، وهي تقريبا قياسيه انه الناس تشارك في اضراب بتلك النسبه. هذا يوري اللي ثم ايمان من الزميلات والزملاء بضروره الوحده والتضامن واجل تحقيق مطالبهم. هذا يوري ايضا انه المطالب التي تم رفعها هي ليست مطالب المركزيه النقابيه او المكتب التنفيذي، هي مطالب الزميلات والزملاء، وكل تحركاتنا اللي خذيناها ناخذوها من عند يعني من خلال
استماعنا وانصاتنا الجيد لزميلاتنا وزملائنا ووقتها نبدأ في تحركاتنا. احنا قمنا بدورنا وقبل ما نعلن على الاضراب تواصلنا مع السلطه مع الحكومه ومع ادارات المؤسسات المعنيه لايجاد حلول حتى نتجنب التصعيد، ولكن يعني صدمنا بواقع سيء جدا، بواقع يقول ان هذه الحكومه لا تستمع، هذه الحكومه لا تفاوض. كنشوفوا في الفتره هذه في الاسابيع القليله هذه ثم اضرابات يعني صارت في قطاعات حيويه دون ان يعني ان تعقد جلسه مفاوضات واحده، صارت مع البلديات، صارت مع البريد، وتصير اليوم مع الاعلام العمومي، وما زالت بتصير لان هذه حكومه لا تؤمن بالعمل النقابي بل تسعى الى ضرب العمل النقابي، وما تغيبها على جلسه التفاوض الا ان تحب توجه رساله تحركوا او ما تحركوش، اضربوا او ما تضربوش، احنا ما نتفاوضوش. هذا يا منطق احنا ما نقبلوش به، وهذاك علاش تمسكنا باضرابنا وايضا اعلنا ونعلن الان حتى قدامكم ان تحركاتنا متواصله ولن تتوقف الى حين تحقيق المطالب. ابرز ما جاء في برقيه الاضراب اللي اصدرناها هو كما قلنا انه الالتزام بعديد الاتفاقات السابقه التي صيغت في مع نقابات هنا في التلفزه وفي الاذاعه وفي وكاله تونس فريق الانباء وفي سنيبل بريس. ايضا هناك حدثنا عن التعيينات الموجوده، لانه التعيينات الان تعيينات وقتيه ومسقطه وتهدف الى التحكم في الخط التحريري للمؤسسات هذه، فطلبنا بتعيينات مديرين وفق القانون، طلبنا ايضا بوقف التتبعات وضرب الحق النقابي في حق الزملاء والزميلات اللي هما يقوموا بعمل نقابي وعمل في احتجاج وتحرك نقابي وتتم معاقبتهم. ايضا هناك قضيه الاتفاقيه الاداريه المشتركه للصحفيين اللي هي يعني فيها احكام قضائيه نهائيه وباته، وطلبنا بضروره نشرها، والحكومه تخرق القانون يوميا بعدم نشر هذه الاتفاقيه. يعني هناك عديد يعني المطالب استشرنا فيها زميلاتنا وزملائنا وضعناها على الطاوله، لم تتم الاستجابه لها، فقمنا بحركات تصعيديه الى ان وصلنا الى الاضراب العام في الاعلام العمومي، ولن يكون هو اخر تحرك بل هي بدايه التحركات في قطاع الاعلام في تونس.